جرحى ودمار، تفاصيل هجوم بالمتفجرات على مقبرة لغير المسلمين في السعودية، وهذا أول تحرك من الأمن. هجوم عنيف تعرضت له المملكة العربية السعودية جراء استهداف مجهولين مقبرة لغير المسلمين في جدة، ثاني كبرى المدن السعودية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وذلك خلال مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى المصادفة للحادي عشر من نوفمبر 1918. وحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، فإنه استهدف الحفل السنوي لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين بجدة الذي يحضره القنصل الفرنسي وعدد من القناصل، ما أسفر عن إصابات عدة نتيجة الانفجار. وتابعت الوزارة في بيانها: تدين فرنسا هذا الهجوم الجبان بشدة وتعتبره غير مبرر، وندعو السلطات السعودية لتسليط الضوء على الهجوم وتحديد وتقديم الجناة للقضاء وفقا للبيان. وأظهرت صور عملية الاعتداء التي نفذها مجهولون والتي من المرجح أن تكون قد أسفرت عن إصابة العشرات. ونقلت تقارير صحفية عن مصدر حكومي يوناني إصابة 4 أشخاص في انفجار جدة. وقال المسؤول: وقع انفجار ما بمقبرة لغير المسلمين في جدة، وأصيب 4 بإصابات طفيفة أحدهم يونانية، لافتا إلى أن أحد جرحى الاعتداء هو ضابط يوناني وإصابته خطيرة. وحسب وسائل إعلام سعودية، فإن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة. ونقلت وسائل الإعلام بأن الحالة الأمنية مستقرة في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة، وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادث. وكانت الشرطة قد اعتقلت في أكتوبر الماضي سعوديا في مدينة جدة بعدما هاجم حارسا عند القنصلية الفرنسية وأصابه بآلة حادة، وتعرض الحارس لإصابات طفيفة. وذكرت الشرطة أن الإجراءات النظامية تتخذ بحق الجاني. وحينها ذكرت السفارة الفرنسية في بيان أن القنصلية تعرضت لهجوم بسكين استهدف حارسا، وأضافت أن الحارس نقل إلى المستشفى وأن حياته ليست في خطر. ووقع الهجوم بعدما قتل رجل 3 أشخاص، منهم امرأة قطع رأسها في مدينة نيس الفرنسية وهو يردد الله أكبر الشهر الماضي. ووصف رئيس بلدية نيس الهجوم بأنه إرهابي.